هما عبيد. حنايا كافحنا الاستعمار الفرنسي وخرجناه بالمقاومه والسلاح، وانتوما بالانبطاح والركوب. يا شي المخزن الخبيث تحلم باش تحلوا الحدود، جو بالربح. هاو جات البولوكا، اول قلكم فامكم بناتكم المغربيات في الماضي كانوا مرميين في احضان، كانوا في جواري وجواري في احضان الفرنسيين. يحروا البلاد تخرج ارفع. السلام عليكم، شكرا للناس اللي كتعمل لايك، شكرا للناس اللي كتشارك. غنشوفوا صوفيا بلامان قالت بلي حنا عبيد وحنا انبطحنا لفرنسا، وقالت بلي ان المغاربه كانوا كيبيعوا النساء المغربيات لفرنسا. شحال من حاجه، اجي شوفوا هاد البقره حلو وربيو. بغيتكم هاد الفيديو هذا تفرقعوه باللايكات، لايكات لايك. هادو ماشي عسكر، هادو راه مافيا. قتلوا سيد مواطن جزائري جنب فرنسا والعائله ديالو، لا حول ولا قوه الا بالله، والله يرحمهم مساكن، والله يجعل مثواهم الجنه. يحروا البلاد، يحروا البلاد، يحروا البلاد تخرج. ارفع راسك، ارفع راسك، ارفع راسك. وخراوين حبيت، خراوين حبيت، خراوين حبيت، خراوين حبيت، خراوين حبيت. قوت الجزائر الأزمة ديال المياه اللي عرفناها مؤخرا. الشعب الجزائري ولات المرافق الصحية عنده هي البحر. لا 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 خويا، برك الجزائر خيار من سويسرا. السلام عليكم خوتي، اخو بغينا نشوف هاد العيشة. عرفوا هاد العيشة كي دايرة؟ شوف هادي عيشة، حنا رانا في البركي هنا حي فلوسن، هادو خيا تاع صحاب بلدية تاع قاسطور هما اللي مديرين لنا هاد المشكل. سمعتني اخو بغينا كيما هاك، ها جيت لازم نروطو في عقوبة. ها عندك، عندك صور هنا، عندك 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 صور هنا، صور عندك، عندك عندك صور. هادي عيشة، هادي هادي عيشة رانا عايشينها. سيدي الوالي راه باغينا كيما هاكا نعيشو. عندك هادي حياة اخي، عندك نعيشو كيما هاكا. عندك كنسى عايش في سويسرا العرب، وهذيك السترنا اللي كانت دايزه علاش ما وقفتيهاش وغسلتي ونظفتي حالتك؟ العربيه اول مره توصل الى هذا الدور، ومن المستحيل يعني الوصول إيه حتى في المستقبل، لان الفريق المغربي قدم اداء يشرف الكره العربيه ويشرف الكره الاسلاميه. فتحيه لكل من شارك في هذا الانجاز، وكذلك شكرا للكره العربيه التي رفعت راسها الى السماء ورفعت عربية موجودة حتى في الميدان، وتمكن الفريق المغربي بالفوز بجدارة واستحقاق رغم الصعوبات التي مر فيها في هذه المباراة. نعم. لا 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 اليوم اخوتي شوف شي حاجة مغرمة. ماما فرنسا عفافت في الصحراء وبزز منهم دابا يعترفوا قوة المغرب والمغاربة. لا حدود ولا هم يحزنون، الضربة الموجهة لمملكة مملكة الخميسات. اسمعوا مملكة الخميسات، حنايا قرى وانتم ولاية، حنايا تاريخ وانتم حماية، حنايا شعب حر وانتم عبيد. حنايا كافحنا الاستعمار الفرنسي وخرجناه بالمقاومة والسلاح، وانتم بالانبطاح والركوع. مالك حبسوا علينا الأقلام الملونة تاعكم وروحوا حروا بلادكم. فهمت يا مملكة الخميسات، يا العياشة، يا المخزن الخبيث تحلم باش يتحلوا الحدود. جو بر بحر، هاو جات البندركا، هاو غلق لكم فمكم وروح شوف وين ترعى، روح شوف كاش ما صهيوني يلحسك. هذه هي المهم، انتم اصحاب الرؤوس المربعه، وايها الشعب المذلول، عمري ما شفت في حياتي شعب ذل كيما الشعب المروكي الا من رحم ربك. ابار ديزيسكلاف، ابار كيلكو مينوريتي بيتيت 5% ولا 10% اللي هما كانوا. على بالكم بلي كنت تهضر على المروك، على بالك بلي المروك المملكه. شوف كاين هذا، ونعطي لك واحد التاريخ هنايا، روحوا شوفوا برك معاهده تاع اكس ليبان تاع 1955 كي دلعت الثوره الجزائريه في 1954، واش كانوا يديروا باش ضربت المروك تفاهمت مع فرنسا باش يديروا علينا بالطيارات، وهذا التاريخ يشهدوا على ذلك. روح شوفها. كنت نقول لكم باللي نتوما كنتوا حمايه فرنسيه اللي دارها لكم البلاد تاعكم، اللي دارها لكم اللوطي. بناتكم المغربيات في الماضي كانوا مرميين في احضان، كانوا في جواري،
كانوا جواروا في احضان الفرنسيين، وحاليا في الماضي هذا والحاضر راهم في عند صحاب الامامه يخراو يبولوا فيهم حتى الناس اللي راهي تسمع. المهم انا دي فوا فمي ما فهمتوا، واللي راكم خنتوا الاسلام ولا القبلتين وثالث الحرمين. المهم اللي بعتوا شرفكم وبعتوا اسرتكم وعرضكم وبلادكم بالرخص بزوج دورو، الخيانه، المعامله، التعامل مع المخزن كيما جمع الطهاري والمازدا وشوقي الطفيله وجه الطفله وجماعه كبيره وهذاك عبدو صمار. والمهم المهم انتم كل واحد راه فرم. شوفوا يا المخنثين تبقوا تحت الظل طول حياتكم، اقسم بالله العظيم. شوفوا الجزائر كبيره عليكم وكبيره على سيادتكم اللي راهم يتصرفوا فيكم، من ماك للرشاد هذوك، المهم كلكم. المهم الجزائر قاره وتبقى حره الى يوم الدين، فهمتوا؟ وانتم اللي راكم تعاملوا مع بني الصهيون والمخزنيين خاصه مملكه الخميسات اللي راهم يضحكوا عليكم، باسكم يضحكوا عليكم واحد اللي يخون، سبحان الله، واحد اللي يخون بلاده وامته، واش راح تستناو منه؟ يفرح بك هذاك كما الحركه يا اخي، خانوا الجزائر ومن بعد جاوا هنا رماهم كي الكلاب يا اخي، شفتوهم. المهم انا راني حبيت نقول لكم برك اللي راهي دارت لكم عقده تاع الجيش الوطني الشعبي. اول حاجه وريني الوثيقه الثقل ديال الجزائر وديك الاتفاقيه ديال الدعاره وداك الشيء اللي كتقول، ثم هما موالينها ماشي حنايا، ثم اللي عندكم دعاره مرخصه، حنا الدعاره اللي حصلت عندنا في المغرب عام ونص حتى ثلاث سنين لكلا الطرفين، الجزائر ثم اللي بعتوها لفرنسا، الخوان ديالكم هما اللي باعوا الجزائر، والمغرب راه امبراطوريه اكثر من ملكيه، وفي المعركه ديال وغد المخازن هي تحكي لك شنو وقع، وفي الفتوحات ديال الاندلس الامبراطور المغربي طارق بن زياد وموسى بن نصير اللي كانوا غزاو الاندلس ووصلوا تن إشبيلية وكانوا ما باقي والو على الحدود ديال الغرناطه. وريونا عي الوثيقات ديال الاستقلال، وريونا عيش من تاريخ ديال الوثيقات الاستقلال ديال استقلاليه الجزائر. المغرب دابا تقريبا في كل نوبه في ترند، التصدير الواحد اللي عندكم في الجزائر هو اصبع ارجل الدجاج اللي عندنا في المغرب عي كيتلاحوا في الباركاس يهزوا البترول، اغلبيه ديال الدول كتستاهم بطل منهم اسرائيل. الرئيس الجزائري يا خوتي كلشي بالدليل، ها انتوما شد 15 واحد شدهم فين؟ في بقيت بقيت اولا بقيت هي بجايه بالقبيليه، الاخوان ديالنا راكم عارفين في المنطقه ديال القبيل مساكن كيطالبوا بالماء، كيطالبوا بدك الامور البسيطه في الحياه، تمويها، الناس باغيين مساكن غير لانستالاسيون، شويه ديال الغاز، غير ابسط الامور. ناض فخامه الرئيس اماره بانهم يتشدوا نهار الخميس، منهم استاذه جامعيه ومنهم محامي، السميات ديالهم في كومونتير وكل شيء بالدليل في كومونتير. في القبائل 15 واحد تشدوا، 8 مشاو فيها ولو غيست في حالة اعتقال. قلت هادو شدهم فخامة الرئيس، علاش؟ لأن راكم عارفين قريبا الانتخابات، عارفين أنه الناس تما كيطالبوا بالأمور البسيطة جدا، فخصو اليوم هاد الصيف ما غايش على العافية ما غايدير حتى حاجة، ولكن خصو دابا يصيفط شي وحدين باش يسكت الناس. هادو نشطاء كما قلت لكم، ما الأستاذ الجامعي كيدير شي حاجة، الأستاذ الجامعي غيخرج يدير البلبالة، الأستاذ الجامعي مسكين راه باينة الأمور، محامي غيدير البلبالة، باينة الأمور. دونك قلت شد، 8 مشاو فيها، هادوك تشدوا، صيفطوهم، تخيلوا معايا دوهم من بجاية لسيدي محمد في الجزائر. هذا هو بلد الحق والقانون، دولة الجزائر، 15 مواطن من شبيبة القبائل باش يسكتوا باقي سكان القبائل، على حتاش فخامة الرئيس قربت انتخابات الجزائرية وطمع في العهدة الثانية. الناس عايشة 2024 وجزائر 1985. خلق جعادة بنادم واحد ما قدرتلوش كاع لافريك. ما تضربهم مع القجاع والله ما دير هذا. قلاع دولة بوحدو، القزاع بوحدو سكت دولة على قدها، بالرئيس ديالها، بالعسكر ديالها، بالإعلام ديالها، بكلشي ديالها. والدليل عن أن القجاع دولة، رئيس الفيفا إيفانتينو كيطالب بالقجاع يكون الرئاسة ديال الكاف، القجاع ما باغيش، قالوا بارك عليا غير رئاسة الجامعة المغربية لكرة القدم. ما كاينش شي مغربي كيشوف هذا الكاميو هذا ما كيتفكرش واحد الحاجة عزيزة على المغاربة بزاف، المسيره الخضراء المضفره. فين ما كنشوفوا هذا كنقولوا الكاميو ديال المسيره، ما شاء الله تبارك الله.
ختام غوميز أعظم وأضخم حرب دازت ما بين المغرب ملكا وشعبا وجيشا هي الحدث الوطني المغربي اللي هو المسيرة الخضراء المضفر عام 1975. إلى هنا أعزائي الأحباء كنكون وصلنا لنهاية الفيديو. ما تنسوش عملوا لايك سبسكرايب فعلوا الجرس باش يوصلكم أي جديد وما كاين غير الجديد الوليد. ودائما كان معكم محمد العربي في التقديم وانتظرونا كل من يوم الثلاثاء والخميس والسبت في نفس التوقيت ونفس الموعد. باي.